سيدة أسليهان. خيرا يا كيرجا. الأخبار لا تبشر بأي خير. سيدة أسليهان، أوقعوا السيد أرطغرل في الفخ وهو في الطريق، وقتلوا المحاربين الذين معه. السيد أرتوك وبامسي مصابان، وهما في القبيلة. وماذا عن أرطغرل؟ لم يعثروا عليه سيدتي. السيد دوندار خرج مع المحاربين وهم يبحثون عنه الآن. ومن الذي أوقعه؟ لا نعلم سيدة أسليهان. هيا جهزوا الخيول بسرعة، سنبحث عن أرطغرل. أمرك سيدة أسليهان. يا سمو الأمير، السيد دوندار من قبيلة الكاي قد أرسل مبعوثا لك سيده. وماذا يريد؟ لقد عرفوا بأمر الهجوم ووصلوا إلى حيث نصب أرس فخه، وعثروا على جثث محاربيه. بامسي والسيد أرتوك أخذا ليعالجا في المخيم. وأرطغرل؟ تكلم، لماذا سكت؟ ما الذي حدث لأرطغرل؟ لم يعثروا عليه بعد يا حضرة الأمير، ولا يعرفون إن كان حياً أم ميتاً، ويطلبون منك المشاركة والمساعدة في البحث، ويعتقدون أنه قد انسحب وهو مصاب الآن. أعرف أرطغرل، هو لا ينسحب من أي معركة ويترك جنوده. ثم إن أرس لن يتركه حياً. هيا ألحق رجالك بدوندار كي يبحث عن أرطغرل. إن وجد ميتاً فالأمر جيد، أما إن وجدوه حياً فأخبرهم ماذا يفعلون. دع محارب دوندار يأخذنا إلى حيث نصب الفخ لأرطغرل. انتظر جوكتوك. أرتوك وبامسي مصابان إذن، ها؟ استدعوا الطبيب وأرسله إليهما، وإن علم أنهما يعرفان شيئاً فليقم بفعل ما يلزم. تحت أمرك يا سمو الأمير.